فأنا عايزة كده منك دكتور إيهام، يعني لو في أي نصايح معينة خلال الدقيقتين دول نقدر إن إحنا نطمن بيها الناس، أو نقول للناس ليه برضو بيستا أو ألب مالتي فيت مش أي منتج آخر، لأن منتجات كتيرة جدا زي ما حضراتكم عارفين في الأسواق، إيه اللي بيميز ده عن أي منتج تاني؟ بصي، أولا إنه أنا لازم آخد البرودكت اللي أنا هستعمله ده يكون إن هو تراست. Trusted دي يعني هو من شركة well known زي شركة باي ناتشرالز، ان هو موجود في الصيدليات، ان هو منتج مصرح به، ان هو منتج مترخص من وزارة الصحة. دي اهم حاجة انا لازم ابص عليها في البرودكتس بتاعتي، معنى ان هو واخد تصريح وواخد ترخيص وموجود في الصيدليات ومن شركة معروفة. دي اهم حاجة ان هي تبقى موجودة، لان احنا بنسمع عن برودكت كتير قوي بيتم الاعلان عنها على الانترنت والناس بتاخدها وبتلاقي مشاكل صحية طبعًا كتير، وبيظهر في الآخر إن البرودكتس دي أصلاً ما عليهاش أي ترخيص ولا تصريح. فدي أهم حاجة الناس لازم تركز فيها، دي أول حاجة. تاني حاجة المكونات بتاعة البرودكتس نفسها، إن أنا لما أكون باخد حاجة من صورة طبيعية ما فيهاش أي كيميكلز، لأنه برضو في برودكتس كتير فيها كيميكلز معينة بتشتغل، بالذات في القصة بتاعة الشبع بتشتغل على حاجات ليها علاقة بالجهاز العصبي. المواد دي دايماً بتبقى محرمة، بس هي بتندرج تحت مواد تانية مش بيبقى مكتوب اسم المادة صريح. فتفاجئ برضو ان انا بيحصل لي ارق، بيحصل لي المود بتاعي بيبقى فيه زيادة ضربات القلب، بالظبط، ضغط عالي، ضربات قلب عالية، ما بعرفش ان انا نام. فاحنا برضو احنا بنتكلم على حاجة امنة، الناس كده كده هتجربها وهتشوف ان هي بالعكس صحتها بتبقى احسن كتير، مفيش اي سايد افكتس خالص. فمهم جدا ان احنا نركز على الحاجات دي. رائع جدا، اعتقد كده يعني احنا وفينا كل التساؤلات اللي ممكن تيجي في اذهان حضراتكم.